يشوف فيا شنو خارفين واقف عطيوني اتساه ها وفينا نتحرك دابا انا من هنا مستود مستود مستود. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الزاوي فاميلي وان. في هاد البلاصة الأصدقاء غادي توقع واحد الحرب ما بين الزاوي وما بين أكثر شخصية مرعبة حاليا في العالم، اللي هي شخصية أبونغا. هو واحد الرأس هبيل طنطق يعني خارجين، مهمة ديالو الوحيدة في الحياة هي قتلك إلا جيتي لهاد البلاصة. حنا غادي ندورو هنايا، غادي نتجلوقو وغنشوف واش غنقدرو نبقاو عايشين دقيقة بلا ما يقتلنا. إلا درناها راه ربحنا. كما كتشوفوا هذا هو المكان اللي غندورو فيه. وبالنسبة للأسلحة اللي غنستعملو، عندنا اول حاجه اللي هي اخوتي واحد الليزر، هذا الليزر العجيب سمعوا زوم طن. وبطبيعه الحال عندنا بيستولي عادي خفيف طق 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 باش الى جا طنطنوه اخوتي. وعندنا هذا اخوتي ديال الشريف، شوف سمع لك قرطاس بوم 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 كان هنا. وبطبيعه الحال السلاح الاخر هو الرشاش الخارق. شوف اجي ابونغا، اجي نوريك علاش قاد العزاوي. وما نساوش القنبله اليدويه اصدقائي، كتحطها هنايا، كتحط حداها الصديقه ديالها وكتشوف الانفجارات. واو ضرباتها لحتى لهيه، نايس نجربوها ثاني. ها هي سير عندك تلوح علينا، لحتى علينا فين هي. واو صافي حبسوا صافي. عندنا الاسلحه وعندنا هذا السلاح اخوتي كاميرا باش نصوروه الى جا ونعرفوه فين كاين. اوكي نبداو نهيطوا الابونغا، ليتس جو. السلاح باش غنبداو مع ابونغا اللي هو حاليا، نبداو بهذا الرشاشه اصدقائي. فينك يا ابونغا؟ كرونو كاين لتحت، خصني نبقى عايش لمده دقيقه. ابونغا هو جا رجال خنيفران تاخذ، مرحبا به. هو جا هرب العزاوي، هرب ضرب. واه وعنده سرعه خارقه يا اصدقاء، ترى ما يمكنش بحال شدني. شوف قبيله ما ضربتوش بالرشاش، راه خرج لي على غفله. غنجبد له هذا السلاح ديال الشريف. فين كابونغا؟ يلاه بان دابا. سديت على راسي هنا، عندك ويجي ايري ويجي في البلاصه اللي انا سد عليه في راسي في داك الشيء. فين كابونغا؟ ابونغا ابونغا ضربني، جا من مورايا ما شفتوش اخوتي، غفلني عاد. محسوباش هادي، محسوباش غشاش. ابونغا لعب راجل اصاحبي، انت خارج ليا كتضرب، ماشي راجل انت، ما تضربنيش من اللور اصاحبي. اوكي فينك يا ابونغا؟ انا وقت الهروب الماكن. قطع فيا النفس بالحرام، قطع فيا النفس، خلعني زعزعني. معليش اصدقاء، شوفوا هاد السلاح خطير، شوف كيطلق. اوبا فينك ابونغا؟ باقي ما خدرنا هادو، راه ما محسوبينش اللي كيخرج بحال هكا ويضربني في ظهرك. الشاش اللي ولدك راه هو هذاك، ولي هو هذاك. يا ربي ما يشوفنيش، شافني. اش داك العزاوي؟ جري ربي حشوت حل. شدك طلع عليه بينك وبينه شي حاجه. ميلا طال انا يا لانيتي، غنبدا نلوح في القنابل باش يجي بلاصه القنبول اللي كاين الصوت. يقد يجي لديك البلاصه زعما فيها الصوت، يقد يجي ندير ليه خدعه اصدقاء. سير ابونغا قال لي سير. واش عندي انا؟ القنبول لي الحبس، القنبول لي يا صاحبي. سير عند القنبول سير، ما بغيتش تعطيني تسعة، غندير لك مدفع، غنضربو بالصاروخ. شوف هادي صاروخ، خصو غير نشوفو من بعيد، خصني انا نشوفو ماشي هو يشوفني. كيكونش كيتشي ما خلانيش نجرب الصاروخ. صلاها معايا اخوتي، الله يلا غيحم. واو شوفوا هاد المكان اللي جينا ليه، شنو غنستعملو هادي باش نفتحو البيبان. هرس الشاش هكا نتعاقم، داك هذا هو الحصن ديال ابونغا. شرك هادو، شركهم ما تشركوش. عويش يا العزاوي، قال لك هاد المكان خطير ما تدخلش ليه، فيه داكشي المغناطيس. ولكن حنا غادي ندخلوا ليه، غنهرسوا الشاش ونفتحوا الباب هكا. واو اش هادشي؟ ما يمكنش يجي عندنا ابونغا لهنايا، مستحيل اصدقاء، مستحيل يجي هنا يشوفنا. شوف. واو ولا عندي ناري وجه. اسمع الرادار هو يجي على الدراري. واه ويلي ابونغا خوتي شحفني، عذبني الدراري والله الا عذبني. خصني نبقى جري ما نحبش. هاد المره غنجرب الجري تلقى راسي مخشي في شي بلاصه. فين كا ابونغا؟ يلا بان ولا صافي. خفتي ما كاينش ابونغا. ها شتي جري الدراري، ركض جري يا مات جري. ابونغا ما شتنيش اخوتي. دابا مني كنجري، هادي خطه ذكيه، يمكن سالات دقيقه وربحت. غتكون قربت 6 دقيقة ويطنطن، أنا حاس بها، ما كنشوفش في الوقت أخوتي حيتلاعب، لكن أنا حاس بها، والله القسم العلي العظيم أنا حاس بها. ندير لها شنو هذا الطرونفيس؟ واه ورخت ويجي. واه
دابا هاد المدفع انا شك ان هاد المدفع غيعاونني فيه ديال بصح فين هو المدفع؟ بغيت المدفع هيدوني المدفع ويضربني علاش كيضرب علاش كيحكر. اوكي الاصدقاء ابونغا واحد ما بقاش كافي غادي نستعمل مع هاد المدفع وعندي واحد الخطه جهنميه اصدقاء خطه خطيره خطه واعره بزاف فين هو خصو غيبان هو جا هو جا ولا وجوج داكشي علاش كنموت حيت واحد خرج قبيله ما عرفني خرج. اوكي الخطه الدراري هي نعيطوا لكثر من 10 ديال ابونغا ونشوف شحال نقدر نعيش كاينين جوج نزيدو هنا ما سيدي 3 4 5 6 7 8 اوكي قويتي 8 اخوتي زائد جوج هي شحال هي 10 ليتس جو نكملو نشوفو شنو غيوقع ضد 10 ديال ابونغا سير فينكم 10 ديال ابونغا بزاف ومع خرجت ما شدوني. اوكي دابا خصني جري علاش زيد بيستولي حيت خفيف يا ربي ما يشوفوني يا ربي ما يشوفوني ابونغا راه ما جايين ويلي انا تفرت حتى مع واحد باش هاد معايا 10 ليها ليه غنعيطو ل 15 دابا هاي انت اي حاجه دير ها انت 11 12 13 14 15 يلا سير على الله شوفي واقفين شوفي كيشوف فيا شنو خار فين واقف عطيوني اتساه ها فين نتحرك دابا انا من هنا مستود 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 هذيك هي البلاصه الوحيده اللي بات ليا واحد واقف هنا فين غندوز ناري غنلقاها فرولات هذه في تيك توك 15 الابونغا باغي يدير والو مال عزاوي انا راه غتسطيني هاد اللعبه شنو كنطلقناها بال ناري سديت على راسي عاوتاني ما غايجي حتى واحد انا متاكد ما غايجي حتى واحد واحد جوج يا ربي اوكي عصبوني غنزيد غنوصل ل 30 ابونغا واخا بلاتي فينا ندوز ما تجيوش عندي دابا باقي ما بديناش بعد مني راه هو واحد راه هو الاخرين هو الاخر خلوني ندوز ما يخليوكش تفرفر من حداهم تخيل ما يحسبوا لي 30 ثانيه خصني نبقى عايش وسط هاد 50000 ابونغا اللي كاينين هنا راه واحد فين مخبي زيد شافوني راه هو شافوني راه نضربهم بهاد الليزر لا شد عجبني ري قربوا لا سدل دراري راه بزاف الله يتا بزاف شو غنحمق راسي دابا غنكثر بزاف حيت عصبوني راه خصني نهرب منهم انا داير 60000 فين ندوز واخا بلاتي راه باقي ما بديناش الدراري صبروا راه ما فيك كيشوفوا فيا ايوا باقي ما تحركتش قاش شفنا ريكي كيشوف راه هو مشى ليه هانيه بخير كتعرفني وغنقتلو واش كتعرفني نبداو نحسبوا ثلاثه ونبداو ما تبعنيش حتى بعدا ترى قريب واحد فين نخبي ما تبعنيش حتى واحد جوج ثلاثه هرب الله يمكن غيرب لي بالله شنو لقيت راسي سدي لي راسي هنا واه ميمكنش هادشي غريب عاوتاني جيت لهاد البلاصة كنحشي راسي انا في الزوبيا هي المكان الخايب فهمتي اللي كتحشي راسك فيه اوكي ما عليناش دابا اش غنديرو غنزيدو عاوتاني ابونغا باش نطلعوها فهمتي وشوف شي شويه هاد حنا كنزيدوهم هاد داكشي كيولي حماسي اوكي ابونغا استمعوا لي نبدا الحرب بعد قليل انتظروا انا دابا ما غايديروا معايا والو انا متاكد انني غادي نقدر نقتلهم كاملين ابونغا ما يقدرش يشدني باقي ما بديتش خايبين نتوما غنزيدكم ونلعبوا دابا لا تنزيد عاوتاني نزيد دري واقيلا وصلت شي 100 ابونغا ولا ما عرفتش شحال. السلام عليكم الاخوان مرحبا بكم في القناه ديال العزاوي فاميلي وان شوف ديروا سبسكرايب هادو اللي داروا سبسكرايب غنوصلوا ل 2 مليون هادو اللي خرجوا ليا دابا اوكي كما كتشوف راه واحد ابونغا لهي واحد هنا واحد هنا فينا ندوز نمشي عاوتاني معاه هنا ما ندورش انا كيبان ليا الا مشيت معاه غنلقى شي واحد اش غندير غنمشي وغندور على اليمين كانوا كيتسناوني اوكي دابا غنبداو معركه ديال الصح 20 ثانيه خصني نبقى عايش وسط هاد 100 ابونغا اللي كاينين ليتس جو سير العزاوي تيق فيك جري يا العزاوي جري شات جري يا صاحبي شات جري شوف فين كيشوفوا فيا شو كي واقف دوز من حدايا حتى انت سير على الله يلا تهلاو دابا ظلام ضربني شي واحد من النور تهلاو اخوتي بزاف وحنا شوف غنديروا اخر محاوله مع واحد ابونغا غنعاودوا من جديد وغندير واحد ابونغا الدراري واحد ابونغا صافي واحد بركه واحد وغنبقاو عايشين دقيقه دابا عرفت فين نتخبا وداك الشيء فهمتي حفظت الماب اوكي ضدنا واحد ابونغا شفناه مشى لهيه يلا سير على الاقل العزاوي ديما سير البلاصه اللي بعيده سير لا هذا هي اللي كتجبد ابونغا سير فينا هو ما كاينش ياك ما دار ليا مشي بلاصه اخرى ها هو جا تهلا والله ما كاينش ان شاء الله ما كاينش الضحك 15 دقيقه وانا كناكل العصا خوتي الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك اشتركوا في قناه العزاوي فاميلي 1 ما بقى والو نوصلوا 2 مليون في هذه القناه كندير الالعاب وكاينه قناه العزاوي فاميلي 2 اللي كندير فيها التحديات مع العائله ديالي بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش داكشي راه بقاو المهم ابونغا